ارخص موبايل ممكن تشوفه موبايل ب 3 دولار والشركه عشان تعمله بتخسر دولارين في كل موبايل. ده نهايه الفيديو هتلاقي صدمه على الموبايل ده. هو الفريدوم 251 موبايل نازل بشكل قديم مقابل سعره جميل لدرجه ان في مليون واحد طلبوه في الهند في اول اسبوع بس، لكن بعد كل ده الشركه نصابه في الاخر مش قلت لك استنى وبكده بقى عرفتك.